يتردد يتألق يتعملق بالتصدي لركلات الجزاء. وبيصد العربي، احمد عربي مركز، مفيش اجمل من كده. هو الحارس احمد عربي، هو الاقدر، هو الافضل، هو الاشطر، يؤكد انه بارع في التعامل مع ركلات الجزاء. وتسديده قويه جدا جدا، لكن ابعاد من احمد عربي وحلو الانقاذ. ولكن بيتألق العربي فرص، لكن العربي شال هدف محقق محقق. منتخب تورو التصويب والصد حلوة من ايد حارس مرمى احمد عربي، يتألق ويمنع. وبعد خمس دقايق تاني كرة في اتجاه المرمى، يتألق احمد العربي. للأمانة اشيد بهذا الدفاع بهذه القوة الكبيرة، هنا تصويبة، الله لا، برافو احمد سيد، حارس كبير، الحارس احمد سيد تألق في التصدي لتصويبة اللاعب. الحلة دي خطيرة، الله حلوة، وبرافو احمد عربي اللي انقذها بامتياز، والكرة الى ضربة ركنية، يا سلام. العرضية عالية، واحمد العربي عايز يضمنها ويلعبها بالبوكس قبل ما توصل لعمر العيوني، وتبقى ضربة. يا سلام على التصدي الجميل. من بعيد والعربي طالع يمسك كورته، يا ولد بثبت.
ثبات احمد عربي يمسك كورته